بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مثال آخر على كيفية استخدام الإف ستيتمنت أو الجملة الشرطية. سوف نقوم إن شاء الله بحل المثال هذا، ومن خلاله سوف نتعرف أكثر على الإف ستيتمنت وعلى بنية أو تركيبة الجملة الشرطية بلغة جافا، وعلى أشياء كثيرة، كيفية حل الأسئلة يعني كمثال إضافي. حاول انك خلنا نقرا اول شيء المثال. يقول مثال: اكتب برنامج يقوم بقراءه درجه الطالب الجامعي الرقميه ثم يطبعه ثم يطبع الدرجه الحرفيه. او بالانجليزي: write a program that reads the university student numerical mark then prints the letter grade. ارجو انك تتوقف تحاول تفكر في السؤال شوي. إذا تقدر تحله حاول تحله باستخدام الـ if statement، وبعد كذا ارجع. لكن على الأقل حاول أنك تفكر في السؤال كيف طريقة حله قبل ما نبدأ بشرح. وقف الفيديو وجرب أنك تحل السؤال. طيب، أتمنى أنك تكون حاولت، لو محاولة بسيطة. خل نبدأ نشوف كيف راح نحل السؤال. زي ما شرحنا سابقا كيفية حل المشكلة، الآن عندنا هذا هو السؤال، أو نقدر نسميه problem statement، نص المشكلة. وحنا نحاول نحل المشكلة باستخدام الإف statement أو solve the problem using الإف statement. أول شيء، أول خطوة، خلو أذكر الخطوات اللي ذكرتها سابقا أنا يعني في كيفية حل الأسئلة. قلت أولا طبق مثال زين حتى تتأكد أنك فهمت. رقم اثنين، اكتب حاجة زي السودو كود، سودو كود أو شيء شبيه، يعني معنى شيء على ورق يوضح لك كيف البرنامج راح يصير. ثم رقم ثلاثة، اكتب البرنامج، اكتب البرنامج استخدام إكليبس أو وسيلة مشابهة، أكتب البرنامج. هذه تقريبا الخطوات اللي نستخدمها مثل البرامج البسيطة هذه. فإذا بنحاول نتبع الخطوات الثلاث. راح أحاول أني أوقف عند كل خطوة وأعطيك فرصة أنك تحاول أنك أنت تطبق الخطوة هذه بنفسك قبل ما أن نسوي الخطوة هذه زين. إذا وقف الآن، إذا كنت إلى الآن ما استطعت يعني ما جربت تحل سؤال، وقف وحاول أنك طبق الخطوة الأولى أو أنك تحل مثال على المشكلة. طبعا حتى تحل مثال على المشكلة تحتاج أنك تفهم المشكلة زين. السؤال قد يكون فيه غموض شوي، وأنا متعمد أن يكون فيه غموض شوي، لأن هذه طبيعة المشاكل اللي تجي للشخص اللي يبغى يبرمج. يحتاج أن يسأل أكثر، يحتاج أن يستفسر أكثر حتى يفهم المشكلة بشكل أفضل، مضبوط. فأنا أبغاك توقف الآن تطبق مثال، وبعدين ترجع وتشوف هل أنت فعلا، هل المثال اللي طبقته، هل فهمك للمشكلة على الأقل، يعني فهم المشكلة قبل ما نبدأ بالحل، هل هو فهم صحيح أو خاطئ. طيب، أتمنى أنك تكون طبقت مثال، حاولت تطبق مثال. طبعا فكرة السؤال أنك تعطيه درجة طالب الجامعي الرقمية، مثلا تعطيه مثلا كمثال، خلونا نطبق مثال، نعطيه مثلا درجة 85 زين، ويعطينا البرنامج الليتر جريد او الدرجه الليتر والدرجه الحرفيه، وهي هنا عندنا بي زين، اذا درجه الطالب بي او جيد جدا. مثلا كمثال اخر نعطيه 50، يعطينا اف اللي هي درجه مقبول او راسب. هذه مثالين ساعدتنا على فهم المشكله نوعا ما. طبعا لو كنت اذا كنت انت طالب جامعي راح يسهل عليك فهم المشكله، اذا كنت طالب غير جامعي يمكن يكون اصعب عليك. فلذلك خلينا نفصل اكثر في المشكله حتى نفهمها بشكل افضل. طبعا في حالة هذه بشكل عام دائما يكون في غموض في المشاكل اول ما تبدا تحلها. كمبرمج او كمبيوتر ساينتست، كشخص متخرج تخصص كمبيوتر ساينس، تحاول تكتب برامج، دائما لما تاخذ المشكله وبروبلم ستيتمنت يكون في غموض. الشخص اللي يعطيك المشكلة عشان يبغاك تكتب له برنامج ما يعطيك كامل تفاصيل المشكلة، فذلك أنت لازم تحاول أنك تأخذ منه التفاصيل بشكل أكبر. ف
فعندنا هنا المشكلة. خلونا ناخذ خلو أعطي خلو أعطيك أنا تفاصيل. طبعا أنا كتبت البروبلم وأنا عارف التفاصيل، خلو أعطيك تفاصيل أكثر. في الحقيقة أنه وهذا طبعا ليس جزء من البرنامج، قد تكون تعرفه قد تكون لا، يحتاج أنك تعرفه مني أنا أعطيك إياه. في الحقيقة أن الطالب الجامعي دائما تكون درجاته بالشكل التالي. إذا كانت الدرجة، خلونا نكتب المارك هنا، إذا كانت المارك أكبر من أو تساوي أو عفوا بدون ال نعم أكبر من أو تساوي 90 وأصغر من أو تساوي 100، فهذا يعني أن الدرجة A. طبعا أنا راح أغفل البلس مضبوط، وراح أعطيك إياه كإكسرسايز في النهاية أنك تحاول أنك تكتب برنامج أكثر تفصيل، يكون في A و A بلس و B و B بلس، يعني يمشي 5 5 بدل ما يمشي 10 10. هنا راح نمشي 10 10 إذا كانت المارك أكبر من أو تساوي 80 وأصغر من التسعين، فإنه يعطينا الدرجة B. زين، وهي عبارة عن لتر أو كاركتر. إذا كانت المارك بين السبعين و هنا 90 والثمانين، المارك بين السبعين والثمانين راح يعطينا C، وبين الستين والسبعين راح يعطينا D، وفي النهاية أصغر إذا كانت المارك أكبر من أو عفوا إذا كانت المارك أصغر من الستين فإنه راح يعطينا طبعا، وأكبر من أو تساوي الصفر فإنه راح يعطينا F. إذا الآن شرحنا المشكلة بشكل أفضل، أو تعرفنا على المشكلة بشكل أفضل، وهذا هو الواجب عليك كمبرمج أنك تسويه، أنك تحاول تتعرف على المشكلة بشكل أفضل. وطبعا ما راح تتعرف، ما راح تعرف الأشياء هذه إلا لو كنت إما أنك أنت تشتغل في نفس المجال هذا، لذلك تفهم المشكلة بشكل جيد، أو أنك تسأل الشخص اللي يعطيك المشكلة حتى تفهمها بشكل جيد. فإذا كنت طالب جامعي أتوقع أنك راح تفهم المشكلة هذه حتى قبل، أو أنك تكون فهمت المشكلة هذه حتى قبل ما أقول لك الكلام هذا. طيب، إذا الآن طبقنا مثال، حاولنا نفهم المشكلة بشكل أفضل، عرفنا الآن بعض الشروط المشكلة، خلونا نحاول نكتب سودو كود، أو خلونا يعني نحاول نكتب أشياء إضافية حتى نفهم أو نعرف كيف نكتب البرنامج بشكل أفضل. طيب، أي برنامج، يعني زي ما قلنا حنا أنه أي برنامج دائما، مثلا هذه طريقة يعني أنا يعني أستخدمها في بعض الأحيان، عندك هذا البرنامج، عندك input وoutput مضبوط. فهذا البرنامج عندك input وoutput، بغض النظر عما يحدث هنا، أول شيء خلنا نعرف وش الinput وش الoutput. الinput عندنا هنا هو mark، زين، حسب الكلام اللي موجود اللي هو اكتب برنامج يقوم بقراءة درجة طالب الجامعة الرقمية وسميها بالانجليزي مارك، فهنا مكتوب مارك زي numerical mark اللي درجة رقمية فسميناها مارك. فخلوا كتبنا درجة الطالب الجامعي الرقمية، أو نستقبل هذه الانبوت هنا درجة الطالب الجامعي الرقمية، ونعطي ويعطينا الجريد. البرنامج يعطينا الاوتبوت هو الجريد أو الدرجة الحرفية، هذه هي الجريد وهذه هي المارك. المارك تكون رقم والجريد تكون حرف. فإذا هذا هو البروجرام اللي احنا راح نكتبه، زين، بروج او البروجرام مضبوط. طبعا المارك اللي راح نستقبلها من نوع انت، والجريد اللي راح نستقبلها اللي راح نرسلها او نطلعها هي من نوع char. طيب، الان السؤال بعد ما عرفنا الانبوت والاوتبوت، خلوا اكتبها هنا، هذا الانبوت وهذا الاوتبوت، زين، وهنا عملية البروسيسنج مضبوط. وش راح نسوي بالدرجة لما كيف نقدر نطلع الاوتبوت زي ما هو موجود عندنا هنا؟ خلو اكتبها هنا، يعني يمكن افضل. خلو شو اسمه، طبعا الخطوات هذه عرفناها، فذلك راح امسحها. طيب، كيف الآن راح يصير الانبوت والاوتبوت عندنا؟ أو عفوا كيف راح يكون سير البرنامج؟ طبعا هنا يحتاج لك تفكير، حاول تفكر الآن كيف وش راح نسوي في البرنامج. زين، طبعا نكتبه يعني بيدنا، يعني مو قبل ما نكتب البرنامج نفسه.
أنا راح أكتب لك يعني أو أحل لك بشكل سريع سودو كود، أرجو أنك توقف تفكر شوي بعدين ترجع تشوف كيف حلي للسودو كود. طيب أتمنى أنك فكرت شوي. السودو كود راح يكون بالشكل التالي، زين، راح نترجم هالشيء هذا مضبوط إلى سودو كود. طبعا لاحظ أننا عرفنا أن الانبوت هو المارك والاوتبوت هو الجريد، زين، فإذا كيف نمشي من المارك للجريد؟ مضبوط، واضح أن نقول حنا إذا المارك أكبر من 99 وأصغر من 100 فإننا راح ناخذ A. فأقدر أني أقول مثلا مو لازم سودو كود تكتب شيء مكتوب كتابة، ممكن أنك والله تكتب، يعني عادة السودو كود كتعريفه الرسمي أنه مكتوب أو التعريف العلمي أنك تكتب كتابة، لكن أنت على كيفك يعني، أهم شيء في النهاية أنك تطلع برنامج بشكل صحيح. فممكن تقول والله أنا عندي هذه المارك، مضبوط، راح إذا المارك راح أشيك، مضبوط، ممكن ترسمها يعني رسم، راح أشيك هنا مثلا بين 90 والمية، مضبوط، إذا بين 90 والمية فإني راح أطلع مثلا، ممكن تحط هنا decision معنى أنه هذا تشيك زي ما شفنا في الفلوتشارت، إذا بين 90 والمية راح أطبع A، مضبوط، وإلا إذا كانت بين الثمانين إلى 90 فإني راح أطبع B، وإذا كانت بين 70 إلى 80 فإني راح أطبع C، وأخيرا إذا كانت بين، أو عفوا مو أخيرا، بقينا إذا كانت بين 60 إلى 70 فإني راح أطبع D، وأخيرا راح أطبع F. واضح؟ إذا أنا لما حطيت كذا decision كأني أقول إن هذه راح تكون F statement، كأني راح أشيك، في تشيك هنا، زين، في شرط راح نشيك عليه، مضبوط، راح أحول هذا إلى F statement، مضبوط. الرسم يساعدني شوي، ممكن تكتبه كتابة زي ما كتبنا في المثال السابق لما في البي ام اي، او ممكن انك ترسم رسم، مضبوط، عندك خيارات كثيرة، اهم شيء تسوي الشيء اللي ترتاح له وتحس انه يساعدك اكثر على حل المشكلة، مضبوط. بعد كذا طبعا اكيد في النهاية راح اننا نقول انه كل هذه الاربعة هذه، زين، ممكن نرسم سهم طويل كذا، مضبوط، نقول والله كل الاربعة هذه، زين، خلوا نكمل السهم، كل الأربعة هذه راح تنتهي نهاية البرنامج end، مضبوط. فإذا أو مثلا تقول والله أني أنا راح أحط الجريد B و C و D و A وكذا، وبعدين ما راح تكون end، لا فعليا خلنا نكون يعني يكون أفضل، ونقول والله أنا راح تكون print، هنا راح نطبع الدرجة دي، لأنه هذا المطلوب من البرنامج، هذا الأوتبوت. فإذا لاحظ أني سويت two charts أو رسمتين يعني للبرنامج، الرسمة الأولى وضعت فيها الانبوت والأوتبوت، فصلت فيها الانبوت والأوتبوت أنواعهم، الرسمة الثانية قلت البروسيسنج اللي راح يصير هنا هو راح يكون على حسب الشارت الموجود عندي. كيف عرفت أن القضية فيها شرط؟ صراحة يعني فكرت في البروبلم، مضبوط، يعني هذا الشيء اللي اقدر اقول لك، فكر في البروبلم، شوف كيف البروبلم، يعني واضح ان البروبلم انها في عده حالات، زين، المشكله عندك في عده حالات، اذا كان كذا سوي كذا، اذا كان، مجرد انك تسمع كلمه اذا كان سوي اذا كان على طول تعرف انه في القضيه فيها اف ستيتمنت. راح نشوف ان شاء الله فيما بعد مثلا لوبس، نشوف اشياء زي كذا، ونشوف يعني ونبدا نفهم ونبدا نشوف اختلافات اخرى، يعني نشوف اشياء اخرى ممكن ان نفكر فيها غير الاف statement، زين. فإذا هنا راح شاهدنا مسبقا برامج ما فيها if statement، ما كان فيها شروط، كبرنامج ياخذ input يعطيك output، تسوي له processing بدون ما يكون في شروط، بدون ما يكون في حالات مختلفة. هنا عندنا في حالات مختلفة للدرجة، إما أن الدرجة بين كذا وكذا أو الدرجة بين كذا وكذا، مضبوط. فإذا يعني هذا الشيء صراحة إن ما أستطيع أني أشرح يعني أدرسك إياه يعني كخطوات يعني واضحة ومحددة، لكن أنت اجتهد قدر الاجتهاد، ومع حل الأمثلة الكثيرة هذا أهم شيء، أنك تحل قدر المستطاع حتى أنك تحس أنك فهمت الموضوع بشكل واضح.
حل أمثلة، راح نحل إن شاء الله، راح أحل أنا فيديوهات، راح أضع أمثلة إضافية على الإف ستيتمنت، يمكن 3 4 أمثلة إضافية كذا، problems مشاكل زي المشكلة اللي عندنا هنا، ممكن تكون أصعب شوي، وبعدين حلول المشاكل هذه، مضبوط كيف نحل المشاكل هذه. ثم بعد ذلك أتمنى أنك تكون فهمت، وبعد كذا حاول أنت تحل problems إضافية. طيب الآن أتوقف هنا، في الفيديو التالي إن شاء الله راح نحول حلنا هذا أو سودو كود، هو حقيقة ما هو بسودو كود بمعنى الحرفي للسودو كود اللي معتاد وهو مكتوب كتابة، وإنما رسمت رسمة، يعني قد يكون بعضكم يفضل يكتب بعضكم يفضل يرسم، مرة سابقة كتبت مرة هذه رسمت، راح أحول هالحل هذا إلى برنامج أكتب البرنامج. أرجو أنك تحاول أنت أنك توقف الآن وتحاول، يعني إذا كانت كل الخطوات السابقة صعبة عليك مين مشكلة، الآن عرفت الأشياء هذه، بقي فقط كتابة البرنامج، وقف أو قبل ما تبدأ الفيديو التالي إن شاء الله حاول أنك تكتب البرنامج بنفسك، بعد كذا قارن البرنامج اللي كتبته بالبرنامج اللي راح أكتبه أنا.